مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان. أهلا بيكم فقرة جديدة من طبيب الحياة. النهاردة موضوعنا مهم جدا، هو زراعة الأسنان بقت فيها تطور كبير جدا وتقدم كبير قوي. كنا زمان بنخاف نروح لدكتور الأسنان، وكمان كنا بنخاف نجري زراعة الأسنان، شايفين أنها صعبة وكمان ممكن تكون مؤلمة. مع التقدم ده بقى الموضوع سهل جدا وبسيط وكمان آمن يا أحمد. الحقيقة لأن زراعة الأسنان من الحاجات المهمة جدا، والأسنان مهمة لصحة الإنسان. يعني لو في أسنان مفقودة بتلاقي الصحة نفسها مختلفة، لأن مفيش هضم، مفيش امتصاص كويس، كل ده بيساهم إلى حد كبير في صحة الإنسان. زراعة الأسنان حصل فيها تطور كبير جدا جدا. هنتكلم النهاردة بالتفصيل عن الحلول المتكاملة لزراعة الأسنان مع ضيفنا الاسم الكبير في عالم طب وتجميل الأسنان الدكتور نبيل السباعي، الحاصل على الزمالة الدولية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة الامريكيه. منور يا دكتور. الله يخليك. اهلا دكتور نبيل وحشتنا، واحنا سايبينك براحتك كده عشان عارفين ان انت يعني كنت في امريكا وجايب لنا الجديد بقى كله من امريكا. الحمد لله على سلامتك. اول حاجه تطور كبير جدا، في عالم زراعه الاسنان. اظن لازم سفر طول الوقت طبعا، لازم متابعه كمان. بس اقول لك حاجه، هو مجال زراعه الاسنان بصراحه انا اكلمك يعني حاجات كتير قوي انا اتصدمت فيها في حياتي لما شفتها. مبدئيا في ناس كتير فاهمه ان مصر مش على المستوى العلمي في حاجات كتير قوي في مجالات الطب. احنا بيسافروا يعني بره حتى لو انا اتصدمت ان في امريكا مثلا دكاتره اسنان بتعمل زراعه، خلاص اللي بيعمل لها التريتمنت بلان مصري في مصر مقيم هنا. يعني في شركات النهارده في مصر بتعمل تريتمنت بلانز لزراعه الاسنان بتخدم على امريكا. فهي يا جماعه احنا النهارده في مصر، والله بكلمك لا اكيد احنا النهارده في مصر احنا على المستوى العلمي تقريبا احنا متساويين في التكنولوجيا مع الولايات المتحده. احنا عندنا بس عقده الخواجه شويه. بالظبط. يعني انت لما رحت العربي كله السنترز هناك على نفس مستوى السنترز عندنا. تمام بالظبط. ونفس اللي الفكره ونفس الاستراتيجي ونفس فكره ان دكتور السنان بيحاول يغير مضمون فكره طب الاسنان ان هو بيرعب العيان وكده. بص كلنا ماشيين على تراك واحد. العالم كله على فكره، لان العالم كله بيحاول يستفيد ان الهيستوري بتاع دكتور الاسنان كانت مرعبه للعيان، فكل النهارده بيحاول يغير مفهوم طب الاسنان. خلي الزياره زياره بالظبط. طيب بالمناسبه بقى السفر والمروح، ايه المدارس المختلفه في مجال زراعه الاسنان؟ هقول لك حلو السؤال ده. هو فكره مدارس يعني ايه، انا النهارده كل دكتور اسنان متخصص في زراعه الاسنان اللي هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيزرع اسنان بياخد مدرسه. في عندنا مدارس ليدر في حتة زراعة الأسنان، في مدارس نجحت وفي مدارس فشلت وفي مدارس أثبتت إن هي دي المدرسة الأم لزراعة الأسنان. لقينا إن إحنا في مجال زراعة الأسنان بنسمع كتير عن مثلا دكاترة بتعمل دعاية لحتة إن أنت تقدر تزرع زرعة وتحمل عليها في نفس اليوم خلاص ودي لكل العيانين. أوكي هو دي مدرسة موجودة بس مش لكل العيانين. لأن مثلا بيجي لي عيادة يقول لي أنا سمعت دكتور كان بيتكلم ان انا هزرع زرعه النهارده واخرج بالكراون في نفس اليوم. اقول له ممكن بس مش حالتك، مش حالتك، مش ليك انت الكلام ده. فاهم قصدي؟ حاجات كتير بنسمعها. في مدارس كتير تقول لك مثلا ايه، انا هخلع درس واحط مكانه زرعه واحط النهارده الكراون. برضو ما ينفعش. لو خلعت حاجه عملت حاجه اسمها ايميديت امبلانت، يعني خلعت جدر احط الزرعه، المكان اللي مكان خلع الدرس واسع. مهما تكون الزرعه عريضه لا المكان ده لازم يعمل فيه حاجه اسمها يقفل ويحصل اوستيو انتجريشن علشان يضم العظم عليه. بالظبط. لكن احمل عليه ماشي مفيش مشكله، شهر اتنين تلاته تلاقي الزرعه بتتلخلخ واتخلعت باظت. يعني معنى كده في مدارس مختلفه، مدارس نجحت ومدارس فشلت، فبناخد لكل مريض ما يناسبه. يعني بالظبط كده. ده اللي احنا المريض دايما بيحاول يفرض ايه ثقافته ومعرفته على الطبيب، مش فاهم الابعاد كلها بس. طيب دكتور عايزين بقى نعرف المشاهد بشكل مفصل عن موضوع تاريخ يعني زراعة الأسنان، ازاي بدأت ولغاية بقى التقدم اللي احنا شفناه. بصي هو زراعة الأسنان كنت اتكلمت معاكم فيها قبل كده، احنا اكتشفنا انها موجودة من العصر الفرعوني. ان في بعض الملوك لقينا ان كان الملوك بيتعمل لهم زراعة أسنان مكان السنان اللي اتخلعت من الذهب والحاجات دي كلها، وبنستخدمه واير من الذهب والكلام ده كله. ولكن الموضوع ده اتكتم عليه وسكته، محدش عارف عنه اي حاجه. ابتدى يظهر في العصور المتاخره شويه اللي هي قربت مننا يعني شويه، يعني مثبت ان ايام الفراعنه كان في حاجه زي كانت من الذهب. يعني كانوا بيعتبروا ان الذهب نوبل زي التيتانيوم بتاع دلوقتي، وكانوا بيقولوا مثلا النوبل الذهب ما بيتفاعلش. الرواد بقى في الموضوع ده بالظبط بتاعنا احنا.
وبعدين ابتدينا نستخدم من مثلا 50 سنه كانوا بيعملوا زراعه الاسنان من الستانلس ستيل. فكان في هيستوري للعيانين يقول لك جسم، انا سمعت ان الزرعه ممكن جسم يرفضها لان كانت بتستخدم من ماده اسمها الستانلس ستيل. بعد كده هوت الموضوع تقدم شويه شويه، بقى التيتانيوم اللي هو مستحيل الجسم يتفاعل معاه، مستحيل طبعاً الجسم يرفضها. طبعا شايفين صوره حضرتك علق لنا برده عليها، دي الزراعه. هي دي فكره الزراعه، ان انا لو عندي سنه ناقصه من غير ما ابرد السنه اللي على يمينها او على شمالها عشان اعمل كوبري، انا حطيت زرعه شكل الجدر بالظبط مكان الضرس اللي اتخلع. ودي تمام. طبعا انسب حاجه في حته ان انا لما افقد سنه ايه الطريقه المناسبه لتعويض السنه اللي اتفقدت من غير ما يتاثر على بقيه الاسنان اللي تماماً. جنبها ما دي احنا كنا دايما بنتكلم في الحته دي. انا كنت برضو عايز اتكلم معاك في حته، احنا في يعني مثلا في مجال طب الاسنان في العالم دلوقتي في مدرسه اسمها الكونزرفاتيزم، المحافظه تحفظي. بالظبط. انا النهارده ليه ابرد سنان علشان اعوض سنه؟ انا ليه اخلع سنه لما ممكن يبقى فيها حشو عصب؟ انا ليه اعمل حشو عصب في سنه لما ممكن تبقى محتاجه حشو؟ انت من انصار العلاج ده طبعا، انت على قد ما تقدر. على قد ما اقدر انا بحافظ على خلقه ربنا، لاني عمري ما هعرف. بتكلم بصراحه، ما فيش طبيب اسنان النهارده يقدر يعوض ويعمل سنه بتاعت ربنا تمام. ولو في مشكله في سنه واحده بس احنا نغيرها هي طبعا. شايفين كمان صوره كمان. دي فكره اللي فوق ده عباره عن طريقه الكوبري اللي احنا بنتكلم عليه، برد الاسنان عشان يعوض السنه اللي في النص. اللي تحت ديت فكره ان انا حطيت زرعه علشان اعوض السنه اللي في النص. بس هي دي احسن طبعا، بتدعم حتى السنان اللي حواليها يا دكتور. لو طبعا هي بتتحط دايما، احنا بنتكلم ان الناس بتتخيل ان السنان لما هخلع سنه السنان هتفضل مكانها، دايما السنان بتتحرك على فكره. لما تلاقي سبيس او فراغ السنان بتقفل على الفراغ ده. وبعدين طبعا بيحصل حاجات غريبه ان ممكن السنه تتحرك بطريقه غلط فتعمل لي شكل غلط في السنان، فيبقى الشكل مش حلو كمان، يعني وجاج او حاجه او طبعًا. شكل مش منتظم. بالظبط. دي بتحصل كتير الشكل كمان. معانا صوره. دي فكره زراعه الاسنان والتركيبات. هي اول اتكلمنا اول خطوه خالص اللي على الشمال، هي فكره ان احنا بنحط الزرعه مكان الجدر اللي اتخلع، بعد كده بنقفل عليها نسيبها 3 شهور زي ما اتكلمنا، اللي هي فكره وقت بتاع التحام العظمي. ان الزرعه والعظم بيبقوا حته واحده. بعد كده لازم اقعد شويه. ايه؟ عشان كده حط بالظبط. لازم الزرعه بتلحم مع العظم علشان اقدر احمل عليها وتعيش مدى الحياه مع العيان. ممتاز. بعد 3 شهور بنركب حاجه اسمها الاباتمنت او السوبرا ستراكشر، اللي هي الجزء الخارجي من الزرعه اللي هي في اخر صوره على اليمين، بيركب عليه الكراون وبتدي الشكل اللي هو المثالي للسنه المفقوده. انا عايز استغل وجودك بقى وانت لسه جاي يعني من هناك فريش. فكره اي حد يزرع سنان، ان بتفاجئ مثلا ان مثلا عياده في منطقه، مع احترامي لكل العيادات وكل الناس، مثلا في منطقه شعبيه غير قادره على امكانيات العياده نفسها وزراعه الاسنان، بس اقول لك حاجه أسنان. انا هقول هل لازم متخصص؟ انا عايز احط الناس على تراك صح. بس انا اقول لك حاجه بعيدا عشان اتكلم عن حد، بس انا هقول لك حاجه بقى. فكره ايه؟ انا بيقابلني مشكله كتير ان انا مثلا بيجي لي قرايبي في العياده يقول لي انا عندي حشوه في اسناني اعملها لي، فبقول له والله العظيم ما اعرف اعملها لك. انا ما بشتغلش غير زراعه اسنان، انا درست زراعه اسنان. انا اقدر اعمل لك حشو، بس انا مش هكون كواليفايد زي واحد متخصص. زي واحد ما بيعملش غير حشو اسنان. بالظبط. يعني دكتور نبيل ده تخصصه، انا ما بشتغلش حاجه غير زراعه اسنان. انا يعني تركيبات حتى نركز في دي. كلها زراعه اسنان، انا فهمي كله زراعه الاسنان. اقدر افيد العيان بحته زراعه الاسنان، ما اقدرش افيده بحاجه تانية. علشان كده مثلا عندنا في المركز في متخصص لحشو العصب، للحشو لقسم ده احسن. ده بيدي حق المريض جدا، بيخليك تركز معاه في الحته دي. هقول حاجه، ده احسن ليا انا كدكتور ان انا مش متشتت. مش بحاول الم معرفه بجميع التخصصات، انا عندي معرفه واحده بسافر عشان ادرسها افهمها اكتر، متعمق فيها. بالزبط. فلازم يكون الاكسبيرينس بالظبط. طبعا طبعا زراعه الاسنان ما تنفعش مع بقى السكر بزراعة الأسنان، يعني لو مريض مثلا عنده السكر ينفع تزرع له الأسنان ولا لا؟ دي ما يعني ما المقولة دي دايما بنسمعها من العيانين، مريض السكر مش كونترا انديكيتد أو ممنوع من الزراعة، مش ممنوع من زراعة الأسنان. ولكن احنا بنتكلم عن حاجة اللي هو السكر المتظبط، الكنترول دايابيتس، اللي هم الناس اللي مظبطة سكرهم، مفيش أدنى مشكلة إن احنا نعمل زراعة أسنان. لكن واحد سكره قاعد بيبيع لو مش مظبطه، تيجي تسأليه أنت عندك سكر يقول لك سكرك كام؟ يقول لك ما اعرفش. هقول له لا، اعرف سكرك كام، ظبطه مع دكتور، بعد كده نعمل زراعه اسنان. طيب ايه الافضل في وجود بقايا من الضرس، اعمل زراعه ولا احشي عصب؟ وده سؤال يعني جوهري جدا. بص اقول لك حاجه، دي بتعتمد طبعا على الدايجنوزز. يعني انا النهارده كدكتور اسنان زي ما قلت لك انا من مدرسه الكونزرفاتيزم اللي هي التحفظي. بالظبط. انا لو عندي سنه تنفع فيها حشو عصب تماما مش هروح لزراعه الاسنان تماما، قولا واحدا. بالظبط. لكن لو عندي سنه ما ينفعش فيها، اوريك حتى صور. في سنه ما ينفعش تقوليش حشو عصب. لو عيان جه يقول لي اعملي فيها حشو عصب اقول له مش هعملها.
مش هتتعمل، هتلاقي فيها اللي بيحصل سنه زي دي خلاص حصل فيها حاجه اسمها روك كيريس، تاكل جوه الجذور ما فيهاش خلاص، مهما هتقعد لو جيت تشيل كل التسوس اللي في السنه مش هتلاقي السنه بالظبط، فهمت قصدي؟ ففي حالات طبعا ما ينفعش فيها، فاحنا بنلجا ساعتها لحاله زي دي ان احنا بنعمل اكستراكشن ايميديت امبلانت ونحط في وقتها زرعه. ودي على فكره في نفس الوقت دي احسن طريقه ان احنا نشيل نحط مكانه زرع، ان بيكون واسع مكان السوكت بتاع الروت. طبعا الاسنان زي دي طبعا ما هتقوليش حشو عصب، فاهم قصدي؟ حشو العصب حشو العصب يعني انا في حتى صوره بنشوفها بعدين، حشو العصب ليه معايير يعني علشان يبقى حشو عصب ناجح والعيان ما يشتكيش منه بعد كده ليه معايير. بالظبط. شوف اول خالص دي تسوس الاسود اللي فوق ده تسوس في سطح حاجه اسمها الانامل او الطبقه اللي هي المينا. الصوره اللي بعديها التسوس زاد شويه دخل على الطبقه اللي بعد المينا اللي هي اسمها الطبقه العاج او الدنتين. طبقه الدنتين دي اللي هي قريبه جدا من العصب. تمام. لو الدنتين دوت ما حصلش اكسبوجر على العصب، ما وصلش العصب، بنعمل حشو عادي جدا. الصوره الثالثه هنا الديكي بقى التسوس وصل للعصب. الصوره الرابعه اوريك لما التسوس وصل للعصب العصب تحلل اسود، عمل عفونه، عمل بكتيريا، فعمل خراج تحت الدرس. دي مرحله حشو العصب. ده كل ده نعمل حشو بالظبط. طيب طبعا الدرس لو التسوس زاد اكتر من كده وكل بقيه السنه خلاص. طيب عايزين نعرف بقى استخدامات الليزر في زراعه الاسنان. طيب بصي الموضوع ده انا قررت اتكلم فيه ليه؟ لان انا بسمع كتير عيانين تيجي تقول لي انا سمعت ان في دكاتره بتعمل زراعه اسنان بالليزر. اقول له انا الليزر جوه عندي، بس الليزر ملوش استخدامات في زراعه الاسنان غير في حاجه واحده، في التنظيف حوالين الزرع. لكن انا هعمل عمليه زراعه الاسنان بالليزر، ده كلام غلط. خلاص الليزر حتى بالمنطق يا دكتور نبيل، يعني هيعمل ايه الليزر بالظبط؟ هتعمل ايه هتعمل ايه بالليزر؟ انت هتزرع الليزر بيشتغل الليزر طبعا بيشتغل شايفين على الجهاز طبعا قدامنا ده جهاز الليزر. الليزر بيستخدم في مجالات طب الاسنان في اللثه. اللثة بدون بنج بدون اي حاجه ممكن يعمل حاجه اسمها جنجيفاكتومي، لو حد عنده الضحكه اللثويه اللي هي اللثه بتبقى باينه عنده يشيلها. لو حد عنده تصبغات في في اللثه اللي هو اللون الازرق اللي في اللثه، الكلام ده كله بيتعمل بالليزر. لكن شغل زراعه اسنان بالليزر لا. نسمع كتير جدا على الدليل الجراحي. وكلمه تحس انها علميه شويه كده. بالظبط. ايه الدليل الجراحي فعلا في زراعه؟ بص اقول لك حاجه، طبعا احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دخل تطور اسمه ال 3 دي برينتنج، بمعنى اصح اللي هي الطابعات ثلاثيه الابعاد اللي هي ممكن تطبع اي حاجه، يعني ممكن تطبع ترابيزه زي دي، كرسي، اي حاجه. الدليل الجراحي انا النهارده كدكتور قاعد على الاشعه المقطعيه قررت ان انا احط زرعه طولها كذا، عرضها كذا، بزاويه مثلا كذا. طيب انا البلان اللي عملتها دي ايه اللي هينفذها؟ انا اللي هنفذها، هفتح واشوف وادخل نفس الشغل اللي احنا عملناه. الدليل الجراحي ده فكرته ان احنا بنشتغل بدون اي حاجه، انا كدكتور عملت البلان، الدليل الجراحي ده بيوجهني بالبلان اللي انا عملتها في المكان المظبوط بتاعها. لو جبنا الصوره بتاعتها هتلاقي ان هو الدكتور ما بيعملش اي حاجه. هو على فكره مجال طب الاسنان اللي جاي دكتور الاسنان ما بيكونش بيعمل اي حاجه، زي ما انت هتشوف زراعه الاسنان هتتم ازاي. معانا مجموعه صور قبل وبعد وحضرتك بتقول الدليل الجراحي ده. بص الزرع انا قررت ان انا احطها بزاويه زي دي، خلاص الدليل الجراحي هحط الزرعه زي كده هتنزل بال 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 بالاسلوب ده بالبلان اللي انا حاطه بالظبط، ما فيهاش اي مجال للخطا. ولكن طبعا الدليل الجراحي بيبقى شويه احنا بنعمله وحالات كتير ما بتقدرش تعمله انه شويه مكلف. خلاص ولكن هو دلوقتي ده التكنولوجي، ممكن شويه وهتلاقيه ارخص والكلام ده كله، ولكن دي التكنولوجي. التكنولوجي ان احنا بنقول ايه الدليل الجراحي ده يا جماعه بنعمله علشان ما يبقاش فيه اي غلطه، مفيش غلطه، مفيش مجال للغلط. هو ده التكنولوجي انا بكلمك عليه، ان بعد كده خلاص دكتور الاسنان هيبقى مجرد هو اللي هيحط البلان بالظبط، هيدير الكمبيوتر. بس طيب. ده العنصر البشري لما بيقل كل ما كانت الدنيا فيها اكتر، بس لازم متابعه بقى، يعني لازم دكتور مش هنجيب الجهاز من بقى في البيت يعني اكيد. طيب دكتور نبيل معانا مجموعه صور قبل وبعد وحضرتك تشرح لنا عليها، نشوف اول صوره نشوف. دي حاله ان احنا بنتكلم النهارده تركيبات زراعه الاسنان ليها خطوات، والعيان ما يبقاش فاكر ان هو مجرد زرع اسنان التركيبات هتبقى بمنتهى السهوله. التركيبات دي بتتعمل اول حاجه بنركب حاجات اسمها لاب انالوجز، دي بتبين مكان الزرعه ونعملها بلان زي في الصوره اللي فوق يمين على كاست على شكل بقه. بعدين نبتدي نعمل بروفا مبدئيه لشكل الكور او شكل الشاسيه بتاع التركيبه اللي هي الصوره اللي تحت شمال، لحد ما نوصل للشكل النهائي اللي هي في الصوره تحت يمين. ده يدينا الشكل النهائي. الموضوع ده بياخد وقت، مش يعني بالظبط رهيب. رهيب لا دراسه، خلي بالك الموضوع مش سهل، موضوع صعب جدا ان انت توصل ان البني ادم ده انا ما شفتش سنانه الا قبل كده، ازاي اوصل لمقاس السنه بتاعته؟ الموضوع صعب جدا. ده من سنه واحده يا دكتور، ده فك كام؟ ده كذا، ده فك كام؟ دي حاله تانية عملت فك عندها النص اللي فوق شمال كله فاضي،
عملنا فيه 4 زرعات. ده بيبقى في نفس اليوم يا دكتور؟ يعني بتركب ال4 زرعات في نفس اليوم ولا ممكن زرع الاربع زرعة؟ لا الاربع زرعات كعمليه بيتعملوا في نفس اليوم. الزرع بتاخد حوالي ربع ساعه، لكن طبعا بيتساووا فتره وبعد كده بنركب عليهم على ما العظم يلم ويرجع بقى هويه. يعني الشكل اللي فوق ده بعد ما ركبنا بقى بعد ما استنينا 3 شهور وكل حاجه، ركبنا الاباطمنت عملنا الشكل النهائي، خلينا الفك كامل بدون ما برضنا اسنان ولا عملنا اي حاجه. طبعا اظن الشكل اللي فوق ده بني ادم غير قادر حتى ملوش اصلا يعني كبرزنتيشن وكشكل، ما اعتقدش انه نجح عاطفيا ولا عمليا ولا اي شيء. النص فك بالنسبه لها حالتها دي كانت نص فك كامل فاضي، دي كانت صعبه جدا، وطبعا عشان الستات بتبقى بالنسبه لها برده شكل مهم بالنسبه لهم جدا. هناخد بقى الناس كده ونروح بيهم داخل مركز بريدج يلا بينا لحاله نشوفها لايف ونشوف قد ايه مركز بريدج من المراكز المتطوره جدا في عالم طب الاسنان ان شاء الله. طبعا هنا هوت فكره المركز، ان احنا اهم حاجه عندنا في مجال زراعه الاسنان التعقيم. تمام. لازم اول حاجه بنعملها ان احنا بنتكلم مع الحاله، بنفهمها ايه المشكله بتاعتها، ايه اللي هيتم معاها. بعد كده بنبتدي اللي هي فكره زراعه الاسنان. الناس مش عايزه تتخض من المنظر ده. ده كله تعقيم يا دكتور، ده كله التعقيم بس. طبعا بص هقول لك حاجه، 100% من يعني مش 100% بس هنقول 70% من نسبه نجاح عمليه الاسنان التعقيم، وان ما يبقاش في اي نسبه بكتيريا داخله مع الزرعه. طول ما الزرعه داخله زي بتعقيمها جوه المكان بتاعها، طول ما يبقى ما فيش اي مشكله في هنا الزرع. بنعمل ايه يا دكتور؟ هنا بنجهز حاجه اسمها الاوستيوتومي، او المكان اللي هيبقى هنا. هو العظم كان عندها ما خلعناش سنه وحطينا زرعه. هنا كان العظم لحم، فطبعا شكل العظم عندي كان لازم يتعمل مكان اسمه اوستيوتومي احط فيه الزرعه. هنا احنا بنبتدي نشتغل طبعا بعد ما عملنا البلان بتاعنا وكل حاجه وظبطنا كل حاجه. ابتدينا نظبط البلان بتاعتنا ان احنا نحط شكل الزرعه في المكان الفلاني بالطول الكذا بالعرض اللي احنا اخترناه بالزاويه اللي احنا اخترناها وبنجهزها. انا شايفها صح يا دكتور؟ طبعا احنا عندنا 90% من حالات زراعه الاسنان بتتم والعيان صحي وتحت بتاثير بنج موضعي. يعني هي مش حاسه باي الم اطلاقا. هي كانت خايفه، ممكن اقول لك في الاول نكون صريح، هي كانت خايفه بس وهي شغاله اتحداك. هي بص على عينيها حتى هتلاقيها ممكن عينيها متوتره شويه، ولكن ما فيش الم، لان الموضوع ما فيهوش. وده المهم طبعا، ما فيش الم، وطبعا مش شايفين اي نزيف ولا اي دم ولا اي حاجه حضرتك بتشتغل خالص. دكتور زراعه الاسنان ده بالنسبه لي انا يعني خبرتي انا مع العيان كسايكولوجي بتاعت عيان بيبقى دكتور مكروه. لان هو متخيل ان انت داخله تقلميه. والله ما بهزرش، أيوة غير دكتور تجميل الاسنان محبوب جدا وتلاقيه طبعا ده اللي هيطلع بقى بيتحاجة بس ما هو الضغطه والتجميل ما هو كله بعد الزرع هيبقى احلى. وعلى فكره ده المهم بس أنا كمان في حتة ده الاساس، ان العيان متخيل هيتعمل ايه مثلا وبيبقى خايف. انا رايح اعمل زرعه بالظبط. ولكن بكلمك بمنتهى الامانه الحته دي بتتكسر تماما بعد اول ما العيان بيخلص زراعه الاسنان، بيحس ان الموضوع انا كنت قلقان زياده عن اللزوم. الموضوع مش مقلق قوي، الموضوع بسيط، وبيبتدي خلاص. انا دايما بقول للعيان قبل ما يخش بعمل عمليه زراعه الاسنان، بقول له بص اللي انت خايف منه ده حاجه، انا بحاول اقول لك اهو وبوعدك مفيش الم ديورنج العمليه، وقت العمليه او بعد العمليه. تمام. هنا احنا هنحضر برضو هنا دكتور المكان اللي هنحط فيه بالظبط. وهنحط الزرعه فيه على طول دلوقتي. هي كانت سابت نفسها فتره يعني طبعا. المكان عندها قفل، مكان خلعت طبعا مكان العظم قفل والكلام ده كله. طب ودي تنصح الناس بيها دكتور نبيل بقى يعني ما يسيبوش نفسهم مثلا؟ بص يعني اول ما وشك يورم من ضرس ارجوك توجه للدكتور وفكر في حته زراعه الاسنان، علشان اكتر من كده العظم بيحصل له تاكل واحنا اللي بنتعب بعد كده. في كمان كان حاجه ان احنا ناس كتير بتسالني على حته زراعه العظمه. بص خلاص ركبنا الزرع وركبنا الابارتمنت. دي اللي هنسيبها في الدرس فتره معينه بالظبط. الحاله دي على فكره كانت تنفع فيها حته الايميديت لودنج، ان انا هركب السنه النهارده. يعني انا عملت الزرعه حطيت عليها الابطمنت النهارده مش بعد 3 شهور. وهحط الكراون النهارده. دي حالات معاها كده بالظبط. دي حالتها ما فيهاش مشكله ان انا اعمل فيها كده. لكن زي ما قلت لك في حالات ما ينفعش فيها الكلام ده خالص. تمام. هنحط طبعا تركيبه مؤقته كده اهوت، حاجه كده كراون كده شكل مبدئي لحد ما بنسلمها كراون تاني بعد اسبوع نظبطه وخلاص كده بتستنى. دي كانت هنا بقى استخدام ده ايه بقى؟ ده جهاز الترا فايلوت، ده مش ليزر عشان الناس كتير فاكره ان ليزر. ده جهاز بينشف الحشوه او بينشف ماتيريال معين اسمها كومبوزيت عشان تثبت كمان بالظبط. بتنشف. هي بتبقى طريه، واول ما بتشغل عليها الالترا فايلوت ده بتنشف. هل بيبقى فيه ضمان بقى يا دكتور؟ السؤال المصري الاصيل. طبعا. بص اقول لك حاجه، زراعه الاسنان بعض الماركات مش هقول كل الماركات بتدي ضمان مدى الحياه على الزرعه. دايما انا لما حد يجي من عندي زراعه اسنان
بيلاقي غير فايل العياده في فايل اسمه دوكيومنتيشن فايل. دوكيومنتيشن فايل ده اللي بيتلزق عليه السيريال نمبر اللي بقدر اجيب بعد كده من الشركه الضمان بتاع الزرعه دي نفسها. طبعا حلو قوي، يعني لو بعد الشر حصل حاجه، حادثه او اي حاجه، في ضمان بتروح على طول. بالزبط. حلو قوي بريدج. يعني ما هي اصل زراعه، اوصلك حاجه، اي شركه طبيه منتجه لادوات طبيه تبقى واثقه من حاجاتها، ما تقدرش تعمل ماتيريال لان ده بيتعامل مع صحه بني ادم، واحنا عندنا وزاره الصحه ما بتدخلش اي حاجه. دكتور يعني نبيل، انت شرفتنا، ميرسي، وبنستفاد منك، ما تغيبش علينا كتير. يعني هي السفريه دي بس كده. كنت مسافر مش مسافر، وهات العلم الجديد وتعالى لنا برضه. كما نورنا في الاستوديو الدكتور نبيل السباحي، حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه، وايضا عضو المنظمه الامريكيه لطب الاسنان، وحاصل على الزماله من جامعه الاسكندريه لزراعه الاسنان. نورتنا دكتور، ميرسي لزوج. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا، انتظرونا وفقرات مميزه من برنامجكم طبيب الحياه، الى ان نلقاكم، دمتم في رعايه الله. We'll be right back.